أجسام منحوتة ولوحات فنية مميزة عرضها الفنان التشكيلي الكبير محمد بوهدج خلال إحياء الليلة البيضاء بالمركز الثقافي الفرنسي بوهران. هذه الخدمة ديالي هذه بعد 50 سنة نتاع الأعمال الفنية. On a eu un très beau programme avec donc autour de l'artiste Mohamed Bouhedaj, qui est un sculpteur originaire de Tlemcen, sculpteur et peintre. C'est lui qui a fait les tableaux que vous voyez et toutes les sculptures qui sont exposées au premier étage et au rez-de-chaussée. أعمال فنية وشهرة عالمية بدول أوروبا وتجربة تجاوزت نصف قرن. كل هذا لم يمنع هذا الفنان العالمي من دفع ضريبة فوضى سوق الفن التشكيلي في الجزائر. اليوم راني فرحان بزاف لخاطر كاين جمهور كبير جا يشوف المعرض ديالي هنا في وهران، وهذا الشيء يشجعني باش نزيد نخدم مالغري زعما كل ديفيكولتي دي راهم موقعين هنا عندنا في البلاد ما ملتهينش بزاف بالفن التشكيلي. ونون دو تو لي زارتيست الجيريان Je les invite à venir passer me voir, discuter et de dire que nous sommes là, que nous existons. هي مناسبة لتشجيع الفن التشكيلي والتعريف بهذا النوع وتوحيد أصحابه تحت مجسم واحد.